لم يعد أمام اللبناني سوى الانتقام من نفسه كخيار يعبر فيه عن غضبه من سوء الأحوال المستمر والذل والقهر الذي أوصله إليه المسؤولون في هذا البلد، حتى بات مشهد حرق الأرزاق مألوفاً بالنسبة للبنانيين. فعلى هذا الكورنيش أحرق محمد دهني عربة بيع الذرة والفول التي يعتاش منها، بعدما حاولت القوى الأمنية تحرير مخالفة له تساوي أضعاف ما يجنيه. بدهم يحملوا العربية، أنتم ما بتصبر، أنا عم بسترزقهم، بدك تشيلها ما تشيلها بالقوة، صار ضغط علي. قمت أنا قلبت العربية، حطيت بنزين وولعتها. ليه ولعتها؟ من حرقة قلبي، إنه هيدي رزقتي، ما إلي غيرها، شو بعمل؟ إنه عيب، والله عيب، إنه الشعب اللبناني كله عيب هيك يعملوا فيه. سرعان ما عوض أحد فاعلي الخير على محمد واشترى له عربة أخرى ليعود مجدداً إلى كورنيش بيروت البحري باحثاً عن رزقه عليه. لكن محمد عودي سائق عربة النقل والأب لخمس بنات وجد نفسه دون منقذ أو من يساعده وربما يعوض عليه بعدما أحرق سيارته هو الآخر. يعني أكثر من هيك قهر ما بقى فيه. يتصور إنسان عم يوقف أربع ساعات على طرمبة البنزين وهو سائق عموم، يعني لا يدري عم من شيء لعائلته، وآخر شيء بس يجي يدور له ما في بنزين، أكيد القهر والذل. فلقيت الكرامة أحسن. في الآونة الأخيرة شهدت المناطق اللبنانية حالات متكررة من أحراق الممتلكات وحتى محاولات إحراق بعض الأشخاص لأنفسهم، أمر إن كان يؤشر على شيء فهو على حجم اليأس والأحباط الذي وصل إليه اللبنانيون. ليلى خليل، الغد، بيروت.